أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نكمل حديثنا دائما عن أهم مدمرات التربية عند الطفل وكيف ينبغي على الأولياء التعامل مع أطفالهم لتربيتهم تربية صحيحة. دائما تحضر معي المستشارة الأسرية الأستاذة مدني فاطمة. أهلا بك مجددا أستاذة. بك يعيشك، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. نعم، نكمل حديثنا دائما أستاذة، يعني الكثير من الأمهات ربما يقولوا لأولادهم أنه لغاف تاعي أنك تولي طبيب، لغاف تاعي انك تولي استاذ، لغاف تاعي انك تولي مهندس، يعني ربما هما الاحلام اللي ما حقوهاش الوالدين يحبوا ان اولادهم يحقوا لها لهم. اسكو هذا السلوك صحيح؟ هذا السلوك خاطئ، ربما حتى انه يخلي الطفل يتخلى عن احلامه لكي يرضي اوليائه، ما رايك في هذا؟ اكيد هذه من بين الاخطاء الشائعه انه وليدي انا نوجهه. احنا عائله تاع طبه لازم تكون طبيب، ولا هي ولا الاب كان الحلم تاعو انه يولي طبيب وبالتالي لازم وليدي يولي طبيب. احنا عائله تاع القاريين لازم تكون وليدي قاري، وبالتالي نحب ولادنا يكونوا نسخه طبق الاصل علينا. يعني ما نحترموش شخصيتهم، ما نحترموش اختياراتهم، وبالتالي راح يكون عندي طفل طمست الشخصيه تاعو، طمست واش هو يحب هو، وبالتالي يدير هذيك الحاجه، لكن راح يكون عنده ما راحش يتقنها، ما راحش يحبها، ما راحش يكون مبدع فيها كما يلزم. لازم نفهم اولادنا، اذا انا طبيبه ماشي بالضروره وليدي يخرج طبيب، اذا انا محاميه استاذه مش بالضروره وليدي يكون مثلا وليدي حركي، يحب الرياضه، يحب البالون، يحب اشياء، وليدي يحب فنون، عنده هوايات يعني يحب يحققها، معلش لا يحب الفنون، وعلاش لازم تكون كيما انا ولا ما كانش؟ لا نحترموا تميز ابنائنا، تفردهم، نشوفوا ميولاتهم واش راهم حابين هما، حتى يكونوا مش الهدف تاعي لازم وليدي يكون طبيب باش يعتبر ناجح، قادر يكون في المجال تاعو ويكون ناجح لانه هو يحب هذاك، يحب هذاك المجال ويحب هذاك الشيء اللي راهو يدير فيه. لكن لو كان نفرض عليه راح يصراو كوارث بزاف، وانا نشوفوهم يكون طبيب هو ما يحبش يكون طبيب، وبالتالي ما راحش يبدع في المجال تاعو، هذا اضعف الايمان، ما راحش يبدع ولا حتى يدير كوارث ولا اخطاء طبيه الى ما غير ذلك. نعم، كاين استاذه يعني الكثير ايضا من الاولياء انه ولدهم على جال يعني بسبب والديه يخاف من التجربه ويخاف من الفشل، لانه دائما لا انت ما تنجحش، لا انت ما تقدرش ديرها، لا انت ما تعرفش، دونك هذا السلوك خاطئ. اكيد نزرعوش فيه الثقه، اذا قلت له انا كأم وخصوصا الام وليدك ولا بنتك يشوف روحه في عينيك. كاين اللي يقول لك كي قالت لي يما تنجح عبالي بلي راح ينجح، امي اللي قالت لي كيما قلت لك مقبله مادام 70% كي نقولوا امك ثم امك ثم امك، 70% ام ومن بعد ذاك الاب في التربيه. وليدي نشجعه حتى وكي يكون خطا، نعرف كيفاش نصوب بالخطا، اذا انا راني مدركه انه خليه يفشل، دي فوا نخليه شغل يطيح، لو كان ما يطيحش اكيد بين الفشل نتعلم. أكيد. يعني لو كان الانسان ما يفشلش ما راحش يذوق طعم الفشل، دونك حنايا جينيرالمون كي نفشلوا اللي هذاك وين يكون عندنا لو كوراج باش نافونسيو لقدام باش ننجحوا جوستومون. دونك ما كاش فشل، كاين تجارب متراكمه، هذيك التجارب المتراكمه هي اللي خلاتني نلحق الافضل شيء اللي حاب نلحق ليه. هذه الخطره كيما طفل، ما كاش طفل زاد يمشي، يقول لك قاعده النجاح هي الفشل، فشل اكيد، وحنا نقولوها باللي ما كاش فشل، نقولوا كاين خبرات متراكمه. كي غلطت هذه الخطره تعلمت حاجه وتعلمت تعلمت في الاخير نديرها في يعني في اجمل شيء يكون. كيما قلت لك ما كاش طفل يزيد يمشي، يطيح مع الاول يحبي ومن بعد يولي يشد في حاجه ومن بعد وين يطيح ومن بعد يمشي شويه خطوات ويعاود ويتعلم. هذه هي في تجربته، في اي تجربه يخوضها الابن تاعك ماشي من الاول راح يديرها بارفي، بالعقل بالعقل حتى يتعلم. وبالعكس نعلموا وليدنا ماشي كيف فشلت الخطره الاولى خلاص، نخلو عنده الاصرار، غلطت هذه الخطره نعاودها، لكن بشي مش نشوف الاسباب اللي خلاتني نفشل، اللي خلاتني نلحق لهذه النتيجه، نغير الاسباب باش اكيد تتغير النتيجه. نعم، نقطه مهمه استاذه ذكرتيها وهي انه الاولياء للاسف الشديد انه يحوسوا على اولادهم توجور يكونوا
بارفي، معناتها الكماليه دائما يحوسوا على المثاليه، لكن ربما هذا الشيء خاطئ ويخلي يعني اثر على نفسيه الطفل، ما يخليهش يحقق احلامه، ما يخليهش يجرب. ما تبهدلنيش، بالك كي نروحوا ضيافة تبدا تبهدل فيا، بالك تهدر هكا، يعني وهذه تاني تدخل كاين بعض الامهات يدخلوا فيها الحب المشرط. شوف تقعد عاقل نحبك، تقبح ما نحبكش، تجيب مليح نحبك، ما تجيبش مليح ما نحبكش، هنا نحبه لكن حب مشروط. هنا واش راح يدير لي؟ راح يخلي لي الطفل اما يكذب ويدعي المثاليه. مادام تحبيني كي نكون مليح ندعي المثاليه قدامك، نخربها برا كي نجي قدامك نلعبها يعني عاقل وكلش. لا لا، لازم نفصل بين السلوك وبين الشخص. انت وليدي نحبك نعزك، عندي عاطفه تجاهك، لكن ما نحبش السلوك. كذبت؟ لا لا، السلوك الكذب هو اللي غلط، ماشي نتايا كامل ما نحبكش بسيك كذبت ولا بسيك درت حاجه ما كنتش حباتك ديرها. ابني نحبك نعزك، لكن هذاك السلوك اللي درتو سلوك خطا، يعني نفصل الشخص عن السلوك، وبالتالي هنا راني نصحح، ما رانيش نهدم، مانيش نهدم لو في شخصيتك، ما نحبكش، ماكش وليدي، ما نزعف منك، ما نزيدش. كاين امهات حتى تقول له كان دير هكا نمرض، يعني تلعب على العاطفه، يعني يقول تقول لوليدها لو كان دير هكا ما نوليش نحبك اصلا. ايه، وكاين اللي ما تحتضنش يعني وليدها، وكاين يعني بزاف ثاني اللي يحشموا ربما باش تقول لوليدها، يعني تبان لها عيب ماشي موالفين، تقول لها يعني تبان لها عيب انه تقول لوليدها نحبك، تظهر العاطفه تاعها. لانه علاش خصوصا نلقاوها احنا ما تربيناش على كلمه نحبك، نعبروا خاصه في المجتمع الجزائري يعني كلمه نحبك راهي عيب عندنا. نعبروا على الحب، اروح تاكل نشري لك وشك حب تاكل نشري لك كليت واش سختو المكان وشك حاب تاكل. احنا نشفوا في الامهات تاعنا، امي الله يرحمها ويجعل نتوها جنات النعيم، تقول لك وشك حابه تاكلي نشري لك، يعني كانه هذه هي الحب في التعبير الجزائري على الحب. الام ما دوكا ما تربتش على الام تاعها تقولها نحبك، وبالتالي تحشم قدام العائله الكبيره تقول لوليدها نحبك ولا حبيبي ولا حبيبي بهذه الكلمه. ما كاش لي موجود عندنا اكيد. ويعني العاطفه سبحان الله هذه نفس كيما احنا عندنا احتياجات ماديه ناكلوا ونشربوا، كيما عندنا احتياجات جسديه عندنا احتياج العاطفه تاعنا. الطفل يحتاج الى الضم، ضميه، يقول لك بعض العلماء يقول لك 12 ضمه في اليوم، ربع ضمات للصيانه، معناتها ربع ضمات زعما هذه حاجه عاديه يعني. هذه اللي لازم تكون مفروضه. يقول لك باللي 12 ضمات طفل باش لا تعرض للتنمر في الخارج، لا سمع كلمه ماشي مليحه، لا عايروه، لا ديفا يضربوه، ما يجيش. هذيك الضمات تاعو تشفي له هذاك الجروح اللي تعرض ليها والصدمات ولا حتى مختلف الاشياء السلبيه اللي تعرض ليها في الخارج. ماشي يكبر ويقول لك اني نشفى المعلمه تاعي كي كنت صغير قالت لي كلمه، صاحبي قال لي كلمه. لو كان كي جا للدار ولقى الاحتواء ولقى الحب ولقى الضم راح شغل تنسيه في هذوك الامور. يعني احنا ربما هنا الطفل يكون غير مشبع من طرف والديه بالمحبه والعاطفه، وهنايا نلقاوه مشكل خصوصا عند المراهقين. كي ما يكونش الاحتياج العاطفي تاعو مشبع، وبالتالي يروح يحوس يشبع هذيك العاطفه مع الجنس الاخر، يولي يحوس يدي العاطفه، يولي مفهوم عند الحب عنده مشوه. الحب ماشي عند يما وبابا، الحب عند الطرف الاخر، يولي الحب مرتبط غير عند رجل وامراه. خاصه الفتيات ربما هذا الشيء اثر عليها لما يعني تكون في المنزل في مع والديها، ما راهيش متشبعه عاطفيا، فربما هنا تخرج للخارج وتحوس على هذيك العاطفه ايغ، عندها هشاشه نفسيه. بمجرد ذئب من الذئاب البشريه يقولها كلمه حلوه تصدق اكيد راح عندها واحد النقص هو يعمره ويكون الباب اللي يدخل منه. لكن بنتك يكون الكاس تاعها معمر،
انت كأب خصوصا الأب بالنسبة للطفلة، نحبك بنتي يضمها يديها يشري لها خلاص تعمر كاسها، ما تحبوسش على واحد اخر يجي يعمر لها كاسها. صح بنتي كيكون كاسها مفرق، انا كأب ما نقولهاش نحبك بنتي ارواحي بنتي وش يخصك وش نشري لك، يولي غير باش يدخل لها ونولو في كوارث كبيرة. لذلك العاطفة جدا مهمة، اكيد خاصة الأستاذة اللي عندهم ميزانية الله يبارك، يعني الأب يكون ميزانيته مليحه ولكن جامي ما يروح يسقسي وليده ولا بنته واش تحتاج واش تستحق ما نشري لك، دونك هنا اوتوماتيكمون سورتو البنت كما نقولوا تروح تحوس في الخارج شكون يشري لها، ولو اللي يجي راح تروح معاه للاسف. انا معك في هذه النقطه، اكيد بنتي ولا وليدي نلبي له احتياجاته الماديه، لكن كاين احتياجات صدقيني لو كان طفل يكون عنده متلبيه احتياجاته العاطفيه والله تشري له واش تشري له، لانه خلاص العاطفه كاسو معمر. دا اهم من قبل ما تحوسي تشري له فيستا ضميه، قبل ما تحبي توكليه بوسيه قولي له نحبك وليدي. كل ما تنحبك نصائح ثمينه يعني، ايه كل ما تنحبك لوليدك راه عباك تسوي عنده، يقول لك ماما كاين اللي يقول لك يحتير ماما تحبيني، تسول العاطفي بابا تحبني، شغل المسكين عنده علامة استفهام يما تحبني بابا يحبني، أكيد لأنه ما يسمحهاش، ولا إذا سمحها يسمحها نادرا ويسمحها على استحياء، شغل يقولوها له تاع حشمانين بها. لكن كي يكون وليدي قبل ما نخمم نشري له فيستا كما قلت لك نضمه ونقول له كلمة نحبك نحبك وليدي، وهنا خلاص وليدي يعني شاف الدنيا بعينية. لكن كاين طفل كاين انا يجوني تلاميذ يقولوا لي استاذة والله حلمي امي تعنقني، حلمي يجي بابا يقول لي على قيد الحياة، يقول لك حلمي بابا يقول لي واش خصك، ما خصني والو بصح كلمة واش خصك عبك عندي الطبع على الطفل وتلقاي هذاك يشري له ويدير له، لكن العاطفة غايبة بزاف خصوصا احنا المجتمع الجزائري وعندنا عاطفة. المشكل المجتمع الجزائري فيه الحنية فيه وتظهر في عدة مواقف نشوفوها في المجتمع الجزائري، لكن المشكلة ما نعبروش ما راهش يعبر. تحب وليدها وتحب حب يعني ما غير شاء الله اكيد بصح ما تعبرلوش ما تقولوش نحبك. نعم استاذه نقطه اخرى وهي ربما الاولياء يسخرون من اوجاع ابنائهم، لما الطفل يقول يما ولا البابا راني مريض راني متوجع، كاين بزاف يعني اولياء اللي يقول تقول لوليدها انت راك مريض انت راك تتوجع بالك راك تلعب فيها، ما تامنوش يعني ما تصدقوش. هنا الطفل كيفاش يحس؟ تقليل من الشان هنايا، هنا سواء التقليل من شان اوجاعه هو صغير يقول له صاحبه كلمه انت كي كبيره تشوفيها بمنظور انسان كبير، بصح هو يشوفها مشكل كبير نتعامل معها بعقليته نداوي هذاك هو بالنسبه ليها وجرحه صاحبه ولا المعلمه تاعو قالت كلمه. انا كأم نشوفها كلمه شغل خلاص يقولوا هذيك تزعف منها، لكن هي راهي سبت جرح في النفسيه تاعو مادام عطالها اهميه وجا عندي وحكى لي عليها. هنا واش يسنى منك؟ ويسناك تقولي له لا لا، اذا تقول له انت ما فيكش هذه الحاجه، لا لا وليدي ما ديرش على صاحبك، صاحبك كغلط بصح انت ما فيكش هذا، انت داوي هذاك الجرح اللي جرحوه له برا، ما نجيش نروح نقول له انت هذه زع ولا تانيك الكلمه اللي راهي منتشره بزاف نشوفها في المجتمع. الراجل ما يبكيش، طفل صغير يبكي عاطفه، الراجل ما يبكيش عيب تبكي، نعلمه الكبت ونعلمه باللي الراجل يساوي القسوه باش تكون تكون انسان قاسي، ربما هذا يسبب له ضغط نفسي. الرسول بكى وعمر عليه الصلاه والسلام بكى وابي بكر الصديق بكى وعمر بن الخطاب بكى وعادي بالعكس لا يبكي الا الرحماء، يعني الانسان كيكون لين اكيد هي رحمه من الله عز وجل تترجم في هذه، ما نروحش نقولوا انت علاك تبكي وعلاه كبرتها، نصغر روحي ندير روحي صغيره كما هو ونسمع ونخليه هو شوفي دي فوا ما يحوش منك من الحل، يحبك تسمعيه يحب كاين انسان ويحس بالوجع تاعو عندي لما نروح نشكي اسمعيه خليه كامل يحكي لك واش صرا له، ومن بعد حاولي كيفاش تخفي عليه. قال لا لا ماشي انت انا وليدي شاطر مش كيما يقول لك صاحبك، نخفف عليه وبمجرد انك تضميه
خلاص مصيتي هذاك هذيك الطاقه السلبيه اللي داها من الخارج. نعم استاذه، نقطه اخرى نتحدث عليها وهي التوقعات السلبيه. يعني الكثير من الامهات دائما تقول لوليدها تتوقع الحاجه السلبيه، راح نخرج على بالي كي نولي راح نلقى الصالون مخرب، راح نخرج على بالي كي راح نولي نلقى الاوساخ في كل مكان. ربما هذا الشيء يخلي الطفل اذا ما كانش راح يدير هذاك الشيء الخطا راح يديره. واش رايك في هذا؟ اكيد هذه من بالعكس. واش نقول له؟ ما نقولوش على بالي كي نجي نلقى الصالون مخرب، على بالي وليدي الشاطر كي يلعب يعاود ينظم الحال. ما نعطيلوش السلبي، نعطيلو الايجابي، وبالتالي هو واش راح يدير؟ يحب يلحق التوقعات تاعك. يقول لك ما هو شوف كي يحب يلحق يدير واش قلتي له. بصح كان تقولي له على بالي نجي نلقاك خربت الدنيا، على بالي نجي نلقاك ما درتش التمارين، على بالي نجي ما نلقاكش دير واش قلت لك، هنا ما عطيتلوش، ما نروحش نعطيلو السلوك اللي ما رانيش متوقعاته منه، العكس نعطيلو السلوك اللي راني متوقعاته منه. حبيتي كي تجي تلقى يحل التمارين، على بالي كي نرجع نلقى وليدي الشاطر حل التمارين تاعو، على بالي كي نجي نلقى وليدي الشاطر نظم البيت تاعو، نعطيلو. وبالتالي هو باش يلحق لهذاك يقول لك ماما راهي يعني عطاتني كلام ايجابي تنات عليا. شوفي غير انت يعني فرحها. ايوه واش دار يدير واش قلتي له؟ في عوض نروح نتوقع منه توقع ايجابي نعطيلو توقع في عوض نتوقع منه توقع سلبي نعطيلو توقع ايجابي وراح يديره. شوفي غير روحك انت كي يشكرك درتي حاجه صغيره بعدا يشكرك عليها، بعد تقولي بلا غير نزيدي سيك شكروني، عطاولك واحد الاحتياج لبوه لك. نعم طاقة إيجابية. أكيد أستاذة، ربما في نقطة أخرى نتحدث عن مبدأ الثواب والعقاب. يعني الكثير من الأولياء تقول لوليدها إذا درت هذه الحاجة مليحة راح نكافئك، لكن إذا درت حاجة ماشي مليحة راح نعاقبك. دونك يعيشوا بهذا المبدأ في البيت، اسكو هذا المبدأ صحيح أم خاطئ؟ من شو بيعود يكون عقاب، تخلاو على العقاب. العقاب تاعنا حتى ونعاقبو ما نعاقبوش بالضرب. احنا المشكل عبك تقولي دوكا عقاب تفهم الضرب السب الشتم. العقاب تاعنا لازم يكون احيانا العقاب غير المعنوي. مثلا يحب يشوف ميكي مرسو متحن تخليهش يشوفه، هنا مشيت هنا خلاص بلا ما كي ضربت فيه قومتي، هو تلمو يحب هذاك الميكي خطأ الجاية ما يعاودش يديرها. يعني هنا هو مبدأ ثواب والعقاب صح من المبادئ الجيدة في التربية أكيد، لكن كي نقولوا العقاب ما يروحش البنا الضرب والتعنيف والجرح والكلام المشي مليح والإهانة، لا لا. الثواب والعقاب تاعي مثلا هو عنده نشاط يحب يديره، عنده ألعاب، ضرب خوه تصرف سيء ما نخليهش يلعب. علاش؟ باش نحسوا بالذنب اللي داروا كي يجي خلاص، ولازم نعلموا سلوك الاعتذار. يعتذر من خوه كيما بكيت خوك ضحكوا تما نخليك تشوف تيليفزيون وتروح تقعد انت وخوك تشوفه، ماشي ضرب خوه نروح نضربه. حكيت اللي ضربتي صافي، كي تفهمي فيه الضرب انت كي تقولي له ما تضربش وضربتيه، معناتها كي ديري نفس السلوك الخطا اللي داروا الابن تاعك. لا لا ما تضربش خوك، نفهموا باللي سلوك الضرب هو سلوك خاطئ، وبالتالي نحرمه ونخليه لازم يحس بالخطأ تاعو ويروح يعتذر من خوه. كيما بكيت خوك كيما لازم تضحكوا. اكيد التواب والعقاب من الاساليب التربويه، لكن ماشي ماشي بالسلبيه نضرب ونسب ونعنف. نعم استاذة، ما هي الطرق الصحيحه والجيده لتربيه اطفالنا تربيه سلسه وسويه؟ اكيد عندنا عده طرق. كي نقولوا التربيه، شو كي نروحوا للتربيه، التربيه انت كي تتربي وكي تربي احنا مع الوقت نتعلمي فوالا نتعلموا، ما كاش فينا اللي زاد معلم. اكيد تتعلمي انت كي تربي في روحك تولي كي يكون فيك سلوك الغضب وتتقومي هذاك السلوك، راكي تربي في روحك انت باش ما توليش بالخف سريعه الغضب، وفي نفس الوقت راكي تلقني في وليدك باش ما يكونش في هذاك السلوك. افضل طرق للتربيه هي التربيه بالقدوه. ايضا ما لازمش كي نكون نربي
نقوم من الخطأ بالألفاظ، يعني نصحح الخطأ تاع الطفل بخطأ آخر. بخطأ آخر لا لا، الخطأ يبقى خطأ، ماشي كيما مقبلة قلنا يضرب خوه نروح نضربه. لا لا، بينت له باللي سلوك الضرب خاطئ، انا نروح نضربه، نعطي له الحل. اكيد نعطي له الحل، ولي خوك ما تزيدش تضربه. اذا خوك غلط في حقك انا تجي تقول لي الام تاعك، وانا نكون الحكم بيناتكم. نعم، هذه هي يعني. نعم. عموما ما هي ربما النصائح اللي تقدري تمديها للاولياء باش يربوا اولادهم تربيه صحيحه بعيده عن مدمرات وبعيده عن الاساليب الخاطئه لتربيه وتنشئه هذ الاطفال؟ أهم أمل أبنائنا هبة. كان البعض يعتقد أنه أبنائنا رزق، هما مش رزق. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول لك ووهبنا له زكريا. كي تروحي كامل تشوفي في القرآن أولادنا هبة. إذا مثلا أمل عطاك إنسان عنده شخص عنده قيمة في المجتمع، قولوا مثلا رئيس جمهورية ولا وزير عطالك هدية، شتي كيفاش تحسيها؟ نعم. حاجة كبيرة إنجاز عظيم فيها. قلتي به. نعم. فما بالك الهبة اللي عطاها لك الله عز وجل. نعم. يعني هما أمانة. كاينة حاجة واحدة أخرى، أمل يوم القيامة يقول لك باللي قبل ما يتحاسبوا الآباء عن الأبناء، الآباء يتحاسبوا على كلكم راعين وكل راعي مسؤول عن رعيته. قبل ما ربي يسقسي ابنك وبنتك هل بريتي وأبك وأمك، يسقسيهم هما، لأن هما اللي يكونوا ضعاف وانت اللي تكون قوي. يعني تبرهم وهما صغار يبروك وهما كبار. هذه هي النصيحة. نعم. اللي نقدمها. شكرا لك أستاذة على كل هذه النصائح والإرشادات. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية هذا العدد. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.